تمام هيك. طيب احنا اليوم موضوعنا عن الكومبوزيشن. موضوع الكومبوزيشن من ابسط المواضيع اللي راح ناخذها باللابات، هو موضوع بسيط وسهل جدا، بدنا نعرف بس كيف نتعامل معه. طيب احنا اذا بنلاحظ خلال اللابات وخلال الفصل كامل شو كنا ناخذ؟ كنا ناخذ كيف انا بدي اتعامل مع كلاس، كيف بدي اعرف فاريبلز جوا الكلاس، الممبرز، الفانكشنز، الكونستراكتورز، الكونستراكتور الديفولت والكونستراكتور الكوبي كونستراكتور. لكن كل هاي الافكار اذا بنلاحظ احنا عم نشتغل بكلاس واحد موجود عندنا بالكود. طيب اذا كان عندي انا مجموعه من الكلاسات موجوده بالكود وبدي احاول اربط هاي الكلاسات مع بعضها البعض، كيف؟ في عندنا عده طرق. واحده من اشهر الطرق اللي احنا بنستخدمها بنستخدم اللي هو الكومبوزيشن. يعني انا بكون عندي مجموعه من الكلاسز وبدي اربط هاي الكلاسز واعمل بينها ريليشنز او علاقات، تمام؟ فهذا هو موضوع الكومبوزيشن. وموضوع الانهيرتنس الاسبوع الجاي عن نفس الفكره. طيب الكومبوزيشن، ايش هو الكومبوزيشن؟ الكومبوزيشن هو عبارة عن one or more members of a class are object of another class's type. يعني أنا عندي مجموعة من الكلاسز بدي أعرف أنا بواحد من الكلاسز object من نوع class ثاني. طيب كيف؟ الكومبوزيشن طبعا هو عبارة عن has a relationship. شو يعني has a relationship؟ إحنا خلينا نتذكرها كأنها على أساس إنها components. فمثلا إذا بنيجي عندنا class مثلا اسمها car، هاي الكلاس الكار فيها عدة members، السيريال نمبر من نوع integer، year of main feature اللي هو سنة الصنع برضه خلينا integer، والcolor string. طيب هذا الكلاس اللي هو الكار اللي موجود عندنا. في كلاس ثانية موجودة عندنا مثلا الانجن، الانجن فيها members اللي هو الهورس اور بتكون من نوع integer. في عندنا كمان كلاس الدور من نوع string بيكون مثلا البوزيشن جواته، وفي عندي كمان كلاس البتري ومن جواته منبر اللي هو الفولتج اللي هي ممكن تكون دبل او انتجر الى اخره. طيب الكار عباره عن كلاس منفصل، الانجن عباره عن كلاس منفصل، والدور والبتري عندنا اربع كلاسز موجودين ببعضهم البعض. لما بنحكي احنا has a relationship يعني باجي بحكي انا مثلا الكار، الكار has a engine، صح الكار فيها محرك، الكار has a doors، الكار has a battery. فهي هي علاقة ال has a بالcomposition. طبعا الأسبوع الجاي حناخد inheritance، هي علاقة is a لوقتها بنعرفها. فإحنا مثلا لما بنحكي composition خلينا رابطينها بحالنا بموضوع أو بكلمة الcomponents، يعني الكار فيها components الانجن والدور والبتري. طيب فكيف انا بدي اعرف جوا كلاس الكار هذول الثري كلاسز؟ فغير الممبرز الموجودين عندنا هون باجي بعرف انا اوبجكتس من نوع الانجن والدور والبتري. كيف راح يصير هذا الموضوع؟ زي ما حكينا هون عندنا كلاس الانجن في انتجر الهورس باور من نوع انتجر، في عندنا كلاس الدور في ممبر من نوع string position، وفي عندنا كلاس البتري برضو في مثلا عندنا ممبر من نوع double voltage، وعندنا الكلاس الكبيرة اللي بتجمعهم كلهم اللي هي classes الكار. الكلاسز الكار فيها members خاصة فيها زي serial number، زي year of manipulation، وعندنا زي string للcolor. طيب شو كمان كار؟ الكار has a engine. فكيف هون بدي أعرف أنا الكومبوزيشن؟ كيف بدي أبني علاقة الكومبوزيشن؟ باجي بعرف كأنها داتا تايب عادية من نوع انجن وبحط اسم الفاريبل. والدور طبعا كيف ممكن نتعامل معها؟ عادي زي ما احنا متعودين، ممكن تكون اري، ممكن تكون اي شيء. فمثلا السيارة لها اربع ابواب، فعرفت من نوع كلاس جوا كلاس الكار دور اري اربعة. وفي عندنا كمان البتري عرفناها كلاس جوا كلاس. فالكومبوزيشن كيف بنعمله؟ انه احنا عندنا بنعرف كلاس جوا از اوبجكت جوا كلاس ثاني، تمام؟ واضح لحد هون؟ في اي سؤال؟ الكومبوزيشن باختصار هو انا بدي اعرف اوبجكت من نوع كلاس جوا كلاس ثاني. زي ما احنا شايفين عندنا ثلاث انواع كلاسات اللي موجوده هون، عرفتهم از اوبجكت جوا كلاس اخر. هذا هو مفهوم الكومبوزيشن باختصار. طيب كيف بدي اتعامل انا مع الكونستراكتور للكومبوزيشن؟ الارجيومنت بالكونستراكتور بنعرفها احنا بالهيدنج بارت. طيب اذا بدنا نكمل على السؤال الموجود عندنا هون، هذا المثال رح نكمل فيه للاخر، فخلينا نركز فيه شوي. كيف بدي ابني انا الكونستراكتور للكار؟ طيب الكار احنا هون حكينا كم ممبرز فيها؟ فيها ثلاثة ممبرز الاصليين. فهون استقبلت هاي اللونج اس واليير طبعا السيريال واليير اللي هي سنة الصنع، وعندنا كمان السترينج اللي هو الكلر. هذول الممبرز الموجودين عندنا هون العاديين. طيب شو كمان؟ كونه انا عامل كومبوزيشن من 3 كلاسز هذول، طب كل كلاس فيهم له ممبر واحد، فهذا الشيء انا كله لازم اعرفه جوا كلاس الكار. فعشان هيك بنكمل اللي هو عندي الاتش، الاتش اللي طبعا لمين راح تكون تابعه؟ لا الهورس باور الا الانجن. وفي عندي كمان اللي هو سترينج البي اللي هي راح تكون تابعه للبوزيشن اللي جوا الدور، وفي عندنا كمان اللي هو دبل في اللي هي الفولتج اللي تابعه لكلاس البتري. طيب
هاي الأشياء كلياتها إحنا بنستقبلها بكونستركتر الكار بالهيدنج تبعه، بس ما بعرفها أنا جوا السكوب هون، لا أنا كيف بعرفها بالهيدنج بارت هون. بنحط أول إشي الهيدر كامل، بعدين بنحط الكولون، وبنبلش نحط ب كيف إحنا بنحط هون اسم الفاريبل اللي أنا عرفته. طب أنا هون شو عرفت الإنجن من نوع إيه؟ باجي أحط هون إنجن مثلا اسم الكلاس، لا هون بنحط اسم الفاريبل وببعث له شو؟ ببعث له الممبر اللي بخص له هو الأور، كولون عادية الدور، وببعث له برضه اللي هو البوزيشن، والبي اللي هي البطارية ببعث لها الفولتج. فهون هو باي ديفولت راح يعمل كولينج للكونستراكتر للإنجن، وراح يبعث لها الأورس، وراح يعمل كمان كولينج للدور كونستراكتر، وبعدين راح يعمل كولينج للبطارية كونستراكتر. هسا بعد ما احنا نخلص هدول الثلاثة هو بفوت عندنا على السكوب للكار وبيعملهم كونستراكتر عادي. طيب فإذا بدنا نيجي احنا نمشي هون نشوف كيف ترتب الكونستراكتر او كيف تنفذ. اول إشي راح يحط، اول إشي راح يطبع الانجن اللي هي احنا شايفينها هون، وبعدين راح يروح على الدور يطبع الدور كونستراكتر، وبعدين على البتري كونستراكتر. بعد ما نخلص حنين اتفضل. سمحتي مس حنين، بس كأنك تشرحي إشي غير السلايد، احنا الوضع عندنا السلايد، انت شكلك تشرحي من كود إشي زي هيك. لا لا هو السلايد بس الصور مش واضحة. لا ما في صور الكود. اوكي ما في صورة. غريبة بصراحة. اوكي ليش الصور مش واضحة؟ ما في مشكلة مس حنين كملي عادي. اوكي تمام، فبس خلينا نحكي هون هاي الفكرة. طيب الكومبوزيشن كونستراكتر كمان بدنا نعرف انه في فكرة عامة هون، انه احنا بنعمل الكونستراكتر بيكون باي على بناء على الاوردر اللي بالديكليرت بالكود. يعني كيف احنا عرفناهم كاوبجكت فهو بيروح بنفذ الكونستراكتر لهم، مش زي ما انا بعمل كولينج بالكونستراكتر. هذا موضوع هسه رح نشوفه عنا بالكود، بس في مشكلة انه الصور مش طالعة. تمام. هسه كمان انا بالكومبوزيشن، انا بكلاس وبدي اوصل للممبرز الموجوده عندي جوا كلاس ثاني، كيف؟ باستخدام الدوت الاوبريتر. بس انا لسه الصور كلها مش واضحه. لا لا مس حنين مش واضحه، معلش مش مس رواند ممكن تساعدنا؟ هو بوجود خط صغير. لا هي الصور انا عملتهم كصور. اوكي انا مش شايفه غير سلايد واحد لحد هلا، الكار والانجن اندور اند باتري. هيك طيب وضحوا، وضحوا الصور. إيه هو الخط؟ انت هلا فتحت هذا اللي يس 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 اجوا اجوا وضحوا. بس اللي انت فتحت اول باك باك ارجعي باك هيك يس يس واضح هون باور بوزيشن. ممكن من خطهم صغير شوي بس عادي عم تحكي مفهوم، يعني انا شايف انه وضع تمام ما بعرف. بس انا في عندي هون كود طويل، بين الكود، الكود اللي بأشر عليه هون واضح؟ واضح يس. خلص تمام، خلص تمام. طب خلينا نكمل. فإحنا هون حكينا إنه كيف بدي أتعامل أنا مع الكونستراكتر، بتعامل معه بالهيدنج. يعني أنا بدي أجي مثلا أعرف الكونستراكتر للأوبجكتس اللي أنا عرفتهم للكومبوزيشن، بكتب الهيدر كامل وبيستقبل كل الباراميترز بما فيهم الكومبوزيشن، ولكن أنا ما بعبيهم جوا سكوب الكونستراكتر العادي، لا من الهيدر هون بنحط الكولون، وبعدين أنا بنادي اسم الأوبجكت، إحنا مش هون عرفناه إيه، فباجي بحكي إيه وببعث له الباراميتر الخاص فيه والدي والبي، وببعث لهم الباراميترز الخاصين فيهم. فباي ديفولت بالبدايه هو شو بروح بينفذ؟ بروح بينفذ عند الانجن، بعدين بروح بينفذ عند الدور، وبعدين بروح بينفذ عند البتري. وبعد ما نخلص احنا تنفيذ للكونستراكتر لهذول الثري اوبجكتس بنروح بنفوت على السكوب للكونستراكتر تبع الكار. فاذا بننتبه احنا كيف راح يطلع عندنا هون الاوتبوت، اول شيء زي ما حكينا راح ينفذ الانجن كونستراكتر زي ما احنا شايفين هون، وبعدين راح ينفذ الدور كونستراكتر، واخر والبتري كونستراكتر، واخر شيء بفوت على السكوب تبع الكار كونستراكتر. تمام، هاي مهم الفكره انه احنا بننادي الكومبوزيشن كونستراكتر بالهيدنج بارت. طيب كمان شغله، احنا هسه مثلا هون بغض النظر انا كيف رتبتهم هون الموجودين عندي، هو كيف بيرتب الكونستراكتر او كيف بينفذهم بناء انا على الترتيب اللي نفذته جوا الانشيلايزيشن. يعني انا هون بالكلاس الكار اول شيء عرفت الانجن، وبعدين عرفت الدور، وبعدين عرفت البتري. تمام، طيب لما بدي اجي انا اعرف هون الكونستراكتر، اذا بدي الاحظ مثلا انا خربطت ما رحت ناديت الانجن زي ما عرفته هون، لا عرفت مثلا اول شيء عملت كولينج للبتري، وبعدين كولينج للانجن، وبعدين كولينج للدور. لمين راح مثلا هو لمين راح ينفذ؟ هل راح ينفذ بناء على الاوردر اللي انا عرفته جوا الكار، ولا بناء على الكولينج للكونستراكتر؟ لا هو بيروح بيعرف بناء على الاوردر اللي انا عرفت فيهم الاوبجكت. فبهي الحاله نفس الشيء راح يروح يعرف
راح يروح على الانجن كونستركتور وبعدين على الدور وبعدين على البتري. اذا بنفس الترتيب اللي انا عرفت فيه الاوبجكت جوا الكلاس، مش على الترتيب اللي انا عملت فيه كولينج للكونستركتور. تمام؟ يعني هون زي ما احنا شايفين مثلا انا خربطت، اول شيء بعثت له البتري وبعدين الانجن بعدين الدور، بس هو لا راح نفذهم بناء على الاوبجكتس اللي موجودين عندنا او كيف رتبتهم انا جوا الكلاس. هاي النقطة مهمة. طيب كمان شغلة، إنه إحنا مثلاً الكومبوزيشن إحنا حكينا الأوبجكت هو كلاس، ففي فرح يكون في members, functions, variables إلى آخره. كيف بدي أعمل أنا access إلهم؟ عن طريق استخدام الدوت operator. فمثلاً هون خلينا نيجي نأخذ مثال، أنا مثلاً بfunction print على نفس مثال السيارة اللي إحنا فيه. فأول إشي مثلاً أبدي أطبع الير، طبعناها عادي والسيريال والكلر زي ما إحنا متعودين. طيب أنا كيف بدي أجي أطبع الإنجن information، وكيف بدي اجي اطبع الدور، كيف بدي اجي اطبع البتري؟ عن طريق استخدام طبعا كل واحد فيهم في function، يعني الانجن في function print والدور في function print والبتري في function print. كيف بدي اوصلهم؟ عن طريق اسم الاوبجكت اللي انا عرفته اللي هو الانجن اللي زي شايفينه احنا هون دوت print والدور دوت print والبي دوت print. فشو حيطبع عنا؟ اول شيء طبع عنا الير للسنه زي ما احنا شايفين السياره، وبعدين طبع عنا السيريال اللي لها، وبعدين الكلر، وبعدين اجى طبع اللي هي الانجن information horses مثلا 2000، وبعدين طبعنا الدور information position إلها مثلا right، والبتري طبعناها عن طريق مثلا فولتاج إلها 12. فهي مهمة كيف بدنا مثلا احنا نقدر نوصل للممبرز الموجودة جوا الكومبوزيشن عن طريق استخدام الدوت operator. طيب بالنسبة للدستركتر، كيف الدستركتر؟ طيب احنا هون نفترض انه انا عندي كلاس كبير اسمه car، وجواته في كومبوزيشنز صغار اللي هم الانجنز والدور والبتري. طيب نفترض انه انا اجيت عملت ديستروي للكار، شو حيصير عندنا بالانجن وبالدور وبالبتري؟ هم باي ديفولت نفس الشيء حيصير لهم ديستروي. فهذا هو الكومبوزيشن. الكومبوزيشن هي علاقه تكامليه، يعني اذا انا حذفت الكار راح ينحذف باي ديفولت عندي الكومبوزيشن الموجودين عندنا. طيب هذا الشيء كيف بيتنفذ عنا؟ في عنا هذا الكود كامل زي ما احنا شايفين، كلاس الانجن مثلا في public constructor وdestructor والدور والبتري نفس الشيء. طيب اجينا على الكار، هون احنا عرفنا مثلا الانجن والدور والبتري، تمام، واشتغلنا. وبعدين انا مثلا هون طلعت من سكوب الكار. فاول شيء طبعا احنا زي ما نفس الترتيب، اول شيء عرفنا الانجن وبعدين الدور وبعدين البتري وبعدين الكار زي ما شفنا هذلاك بالconstructor زي ما فهمنا من شوي. طيب بالنسبه مثلا للdestroy كيف راح يصير؟ اول شيء احنا شو رح نشطب؟ رح نشطب الكار اللي هو الكلاس الكبير اللي انا عملت له destroy. طيب بعد الكار شو حينشطب؟ بنفس او بعكس الترتيب اللي انا مشيت فيه بالكونستراكتر. احنا مثلا مشينا اول شيء بالكار، فحيشطب اول شيء الكار، بعدين حيشطب البتري، بعدين حيشطب الدور، وبعدين حيشطب الانجن بطريقه تسلسليه. عندنا هون مثال ثاني اخذته بالماده النظريه، عندنا كلاس A B C، وجيت على المين انا عرفت كلاس السي. فاجيت هون على كلاس السي لقيته معرف كلاس بي، اجينا على كلاس البي لقيته معرف كلاس اي، فرجعنا لكلاس الاي. فطبعا اول شيء عندنا كونستراكتر الاي، بعدين رجعنا على البي فبنطبع كونستراكتر البي، وبعدين رجعنا لوين؟ لهون، رجعنا لقينا معرف كمان اوبجكت من نوع كومبوزيشن من نوع كلاس الاي، فرجع طبعا كمان مره كلاس الاي، ورجعنا على السي، ورجعنا اخر مره طبعا كونستراكتر السي اللي احنا شايفينه. فملاحظ التسلسل، اول شيء احنا طبعنا اي بي اي سي. طيب بالنسبه للدستركتر، انا اول شيء هون لما طلعت من سكوب المين، فانا شو شطبت بالاول او عملت ديستروي؟ عملت ديستروي لكلاس السي. فاول شيء شطب عنا اللي هو دستركتر السي. بعد هيك بطريقه حكينا عكسيه، حيشطب مين؟ الاي اللي موجوده عنا هون، فاجى لهون ونفذ الدستركتر تبعها. طب بعد ما رجعنا لقينا شو عمل كمان؟ في عنا هون كومبوزيشن البي، فبنرجع على البي. البي اول شيء شو حيشطب؟ حيشطب عندي البي اللي موجود عنا، وبعدين حيشطب اخر شيء الكونستراكتر الاخير اللي هو بكلاس الاي. فالكونستراكتر احنا شايفين بيمشي فيهم تسلسلي، الدستركتر بيمشي فيهم بعكس الترتيب اللي مشي فيه الدستركتر. واهم نقطه، اذا انا بدي اشطب عندي كلاس السي، باي ديفولت هو حيشطب كل الكومبوزيشنز الموجودين عندنا. طيب هاي افكار الكومبوزيشن بشكل عام. الان خلينا نروح على سؤال الكود، سؤال اللاب. مس امنه، مس رواند، واضح عنا الباث تو كود؟ لسه مش طالعه الشاشه، بس ويت شوي. اوكي بس تطلع خبريني. يا ريت كل الطلاب تفتح الباث تو كود وتمشي مع المس، لسه ما طلعت شاشتك مس حنين. بس النت بطيء شوي. بس امس ستوب شيرنج وروحي على الباث تو كود. طيب تمام حنين؟ يلا يلا يا تمام هيك؟
طلاب حضروا حالكم يفتحوا على الكود. اه تمام يس تمام تمام. طلاب بس افتحوا معنا الباث تو كود وامشوا معنا خطوه بخطوه شوي اذا سمحتي مس حنين، بس اعملي زوم ان شوي. تمام هيك ممتاز. اشرح السؤال وبعدين بنعمل الايديتور رايت. بس الطلاب نفتح كلياتنا على الباث تو كود عشان اذا عندنا مشاكل مس امن ومستر ودني يساعدونا على الريز يور هاند. كله تمام جاهزين نبلش؟ تمام. طيب الكومبوزيشن زي ما احنا شايفين هون عندنا تشالنج بدنا نقراها. بيحكي لنا في عندنا تو كلاسز وذ ذا فولوينج سبيسيفيكيشنز، بدنا نبني احنا ريليشن شيب بين ذم وبدنا نعمل امبلمنتيشن للفانكشن اللي موجودين. طيب احنا كم كلاس عندنا؟ عندنا تو كلاس. اول كلاس كلاس اسمه سينما وفي ممبرز برايفت اللي هم سترينج اللوكيشن سترينج النمبر اوف ليفلز ودبل الاريا وانتجار الكاباسيتي. وفي عندنا كمان public members اللي هم الconstructor للسينما والdestructor للسينما وعندنا integer function عادي get capacity وvoid print زي ما احنا متعودين عادي. طيب في عندنا هون احنا class ثاني اسمه class movie وclass الموفي فيه members private اول اشي string name وstring author. وفي عندنا public زي ما احنا شايفين الconstructor والdestructor وبرضه print void. طيب عندنا هذول التو كلاسز واحنا زي ما حكينا الكومبوزيشن هو هدفي انه انا بدي ابني علاقه بين او ريليشن شيب بين اكثر من كلاس. طيب شو عندنا العلاقه بين كلاس الموفي وكلاس السينما؟ شو راح يكون؟ هل السينما هي مثلا فيها موفي ولا الموفي هي فيها السينما؟ هيك بنفكر فيها بطريقه بسيطه. لا هي السينما بتحتوي عندي على اوبجكت من نوع الموفي تمام، فهي حتكون السينما كومبوزد من موفي، هي الفكرة. فكيف احنا بنعمل هذا الشيء؟ طب بالمين هسه رح نشوف. فخلينا نبلش بكتابة الكود step by step. نشيل الحل الموجود. اوكي فخلينا نبلش نعمل implementation. زي ما حكينا احنا الموفي حتكون هي اللي جوا السينما، علشان هيك انا راح ابلش اعمل definition لكلاس الموفي. طبعا بالنسبه دائما للاسامي الفاريبلز واسامي الكلاس انا بفضل انه نسخهم نسخ حتى ما يصير في عندنا مشاكل. بنفتح السكوب وما ننسى السيمي كولون بالنهايه. طيب جوا كلاس الموفي بكل بساطه شو في عندنا؟ في عندنا برايفت. شو عندنا؟ string name وstring author. طبعا النام هاي اللي هي اسم الموفي والاوثر اللي هو الاوثر للموفي الموجود عندنا. طيب شو عندنا كمان؟ عندنا public members. public members شو اول شيء عندنا؟ عندنا اللي هو الكونستراكتر. نفترض الكونستراكتر شو حيستقبل عندنا؟ حيستقبل عندنا two parameters، نفترض انهم string ال a و string ال p. الكونستراكتر هون ايش حيعمل عندنا؟ لا ثواني حيعمل عندنا هون اول اشي النيم حتساوي عندي البارامتر الاول اللي هو الاي. في عندنا الاوثر يساوي عندنا اللي هو البارامتر البي. طيب هاي بالنسبه عندنا للكونستراكتر. الدستراكتر للموفي ايش في يجي جواته؟ هاي الموفي. طيب فهي الشاشه تبعته، الشاشه تبعتك راح. اوكي موجوده لسه. مين معنا؟ دينا. مين اللي عامل الشاشه موجوده؟ موجوده. اوكي تمام. طيب الدستراكتر عندنا بالموفي شو فيه؟ في جمله سي اوت عاديه، خلينا نجرب نطبعها اللي هي هون سي اوت هي اند اوف كلاس موفي واخر شيء فيه عندنا اند لاين. طيب كمان شو في عندنا بكلاس الموفي؟ في عندنا void print info function بسيط بيطبع عندي معلومات الموفي. فبنفتح السكوب. طيب كيف ال print format إله هياته؟ أول إشي بدنا نطبع ال print name، فجملة cout هو الموفي name is، وإيش الموفي اللي عندنا هون إحنا؟ اللي هي name، وما ننسى ال end line بالنهاية. في عندنا كمان جملة see out print form
كلمات حنطبع إحنا الموفي أوثر. طبعا هدول زي ما حكينا دائما ننسخهم نسخ لحتى ما يصير عندنا مشاكل بالبرينت فورمات. حنيجي نطبع الأوثر ما ننسى end line. تمام إحنا هيك خلصنا كلاس الموفي. طبعا هاي يعني أبسط أشكال الكلاس اللي ممكن نشوفها. طيب الآن بدنا نعمل implementation لكلاس شو؟ كلاس السينما. فبنيجي بنعمل كلاس السينما parentheses ما ننسى السيميكولون وبنرجع. ففي عنا طبعا احنا شايفين private members ايش هم البرايفتس اللي موجودين هياتهم اللي هي اول اشي عنا string location للسينما من نوع string. في عندي number of levels للسينما من نوع integer. في عندي area لها اللي هو من نوع double. واخر اشي عنا capacity برضو من نوع integers. هدول هم كلياتهم من نوع private. هسه هون الفكرة اللي انا كيف بدي ابني الكمبوزيشن. احنا زي ما حكينا انا بدي اعمل object من نوع function او من نوع عفوا class اللي هو الموفي صح؟ طيب كيف بدي اتعامل معه؟ زي كأني بعرف اي variables من اي data type عادية. كيف كنا نعمل استراكت مثلا؟ كيف نفس الفكره الموفي ومثلا نسميه ام 1. فهون انا بنيت اللي هو الكومبوزيشن. كيف جبت اسم الكلاس اللي هو الموفي واعطيته اسم الفاريبلز اللي هو ام 1. انا هون بنيت عندي علاقه الكومبوزيشن اللي احنا عم نحكي عنها اللي هو انا عملت جبت اوبجكت من نوع كلاس ثاني وحطيته جوا كلاس. تمام طيب هاي الفاريبلز الموجودين عندنا برايفت جوا كلاس السينما. في عندنا البابليك الامبرز شو هم نمشي فيهم. أول إشي عنا الكونستركتر. طيب خلينا نركز هون بفكرة الكونستركتر شوي. الكونستركتر إحنا بالنسبة للسينما باي ديفولت هو أصلاً بيستقبل بس فور فور باراميتر اللي هم اللوكيشن والنمبر أوف ليفلز والأريا والكاباسيتي. لكن إحنا بنلاحظ طب خلينا نسميهم بس بالأول هون عنا اللوكيشن النمبر أوف ليفل اللي هو النمبر والأريا الدبل وآخر إشي انتجر الكاباسيتي. طيب هل احنا بدنا نستقبل بالكونستراكتر بس هدول الاربعه؟ اكيد لا. ليش؟ احنا صار في عنا شيء اسمه كومبوزيشن. طيب الكومبوزيشن هذا اذا بنرجع احنا الكونستراكتر تبعه كم باراميتر فيه؟ في عنا تو باراميترز هياتهم اللي هم سترينج الاي وسترينج البي اللي هم عباره عن النيم للموفي والاوثر. كيف راح اتعامل مع هاي الشغله؟ انه انا بالهيدر تبع السينما راح استقبل كمان تو باراميترز من نوع سترينج اللي هو النيم وسترينج اللي هو الأوثر. تمام هاي فالسينما هون ما بتستقبل زي ما حكينا بس الممبرز الموجودين عندنا هون، لا كمان بدي انا اعمل حسابي لمين؟ للكومبوزيشن. هدول هم اللي هم النيم والأوثر. طيب الان احنا بدنا نفتح السكوب وبدنا نشتغل مين؟ السينما الكونستراكتر. لكن هل انا مثلا بالنسبه للكومبوزيشن باجي بشتغلها جوا الكونستراكتر البادي؟ لا. كيف انا بدي استقبلها هاي؟ بدي استقبلها هون، بدي اعمل انا هون كول. طيب زي ما تعلمنا بالسلايدز كيف بدي انا اعمل الكول للكونستراكتر تبع الكومبوزيشن، بنستخدم الاوبريتورز الكولونز اللي احنا شايفينها، وبعدين بجيب اسم الفاريبل او اسم الاوبجكت اللي من نوع الموفي اللي هو الام 1. ننتبه ما بحط اسم الكلاس، لا بحط اسم الاوبجكت اللي من نوع الكلاس. احنا شو سميناه هون؟ ام 1. فبجيب انا الام 1 هون بعد الكولون اوبريتور وبفتح الاقواس وببعث له مين؟ اللي هم البارامترز اللي خاصين بالام 1. طيب شو البارامترز اللي خاصين بالام 1 عندنا هون؟ اللي هو اول واحد النيم هياته وبعدين اللي هو الاوثر. فاحنا بهاي الحركه شو عملنا؟ احنا رحنا عملنا كولينج لكونستراكتر الكومبوزيشن اوبجكت. فاول خطوه قبل ما انا افوت على سكوب السينما واعمل كونستراكتر تبعها، لا اول شيء بروح بهاي لما انا عملت هاي الخطوه فبروح بعمل كولينج لمين؟ باي ديفولت بروح بعمل كولينج لكونستراكتر الموفي. فهو بالبدايه بيروح بنفذ عنا كونستراكتر الموفي البارامترز اللي انا اعطيتهم اياه اللي هو النيم والاوثر. وبعد ما نخلص بندخل على السكوب تبع السينما كونستراكتر. طيب بالنسبة هاي إنه كيف رح نعرفهم؟ عادي زي ما احنا متعودين كونستراكتر عادي اللوكيشن بتساوي عنا ال النمبر اوف ليفلز بتساوي ال n. في عنا الاريا بتساوي ال a. واخر اشي الكاباسيتي بتساوي ال c.
تمام. فننتبه على هاي الخطوه كيف بدي اعمل انا كولينج للكونستراكتور تبع الكومبوزيشن عن طريق اني استخدم انا الكولون اسم الاوبجكت وبين ببعث لهم باراميتر اللي هم البارامترز اللي خاصين بالكومبوزيشن وباقي البارامترز بعبيهم زي ما احنا متعودين عادي. طيب هاي بالنسبه للسينما الكونستراكتور. طيب بالنسبه للسينما الديستراكتور كيف سكوب في عنا جمله سي اوت ناخذها من البرنت فورمات اللي هي end of class السينما. نجي نعمل هون جملة see out ما نسعنا فيه بالنهاية end line هاي constructor السينما. طيب شوفي عنا كمان هون عنا اللي هو function print info. كيف نطبع على print info؟ نتبه على print format عنا هون. اوكي اول اشي هو عم بيطبع لي بمعلومات السينما فخلينا نحط جمل السي اوت العاديه. سي اوت هو اللوكيشن فبنيجي بنطبع اول اشي اللوكيشن لاين كمان جمله سي اوت النمبر اوف ليفلز out area نتبع الاريا اوكي اخر اشي الكاباسيتي بس اخلص هذا الكلاس بنعطيهم مجال يكتبوا الكود قبل ما تروحي على المين وقبل ما تستدعي تمام لا قبل ما نروح على المين نعطيهم فرصه اوكي بس بعد اذنك هذا سامي تفضل في عندك مشكله الكلاس بس استدعينا مش واضح هل صوتك تفضل في مشكلة بال الكومبوزيشن طيب اوكي صوت ثلاثة وثلاثين هون اوكي بس علي صوتك بس شوي الان والبي صح معلش ممكن تكتب النوت تاعتك مسج لانه الصوت سامع عندك سؤالي وصلنا اياه بصراحه الصوت سيء من عندك هشام او هاشم ممكن يكتبها ممكن يكتبها الصوت ما يكون عندك مش مضبوط تمام انت عندك المشكله هون باسماء الباراميترز هون وين لوين ببعث المسج هسه اللي بدي اياه اوكي يلا مس حنين قصده على انه في تو فاريبلز بنفس الاسم سميتهم بالسينما اتوقع اوكي اوكي هون خلينا نسميها NA صح هون حيعطينا عليها مشكلة ممتاز أوكي. كانت المشكلة هون انه احنا مسميين number of level N ومسميين name N فلا صح بيعطينا مشكلة فمسميها هون NA نغير اسم الفاريابل اوكي ممتاز. طيب نرجع لبرينت انفو هون بعد ما طبعنا احنا المعلومات او البارامترز للسينما كيف بدي اعمل انا access على الكومبوزيشن اللي موجود عندي كيف؟ طيب إذا بنلاحظ إحنا بنرجع هون على الكلاس في عندي أنا function اسمه print info أصلاً جوا الموفي. طب كيف بدي أعمل إله access؟ بطريقة زي ما حكينا اللي هو عن طريق استخدام الدوت operator. فإحنا شو اسم الأوبجكت عنا هون كيف بدي أنا أستخدمها؟ اسم الأوبجكت عنا هون اللي هو الـ M1 فكيف بدي أوصلها؟ بكل بساطة بحكي M1.print info الطريقة هو حيطبع أول إشي كل الانفورميشنز اللي موجودين عندي للسينما وبعدين حيروح يطبع الأشياء اللي موجودة للموفيز وهيك إحنا بنكون خلصنا كلاس الموفيز. يلا مس خلينا نجرب نكتب الكود يلا وأي حدا عنده سؤال يحكي لنا أو يسألنا يلا عندكم مشاكل ابعثوا على raise your hand المسات رواند وأمني تحطي الفول سكرين إديتور أوكي
مشان يبين الكود كامل. نعمل زوم ان شوي مشان يكبر. بدك ترجع على الديفولت بالاول بعدين. ديفولت بالاول. اوكي معلش لو سمحتوا الطلاب الكل يتابع معنا عشان اي سؤال على طول. الخط كثير صغير اكبره. زوم ان الخط كثير صغير بس ما حشوفوا شيء. هذا جزء جزء من ورجيه. اول شيء اوكي بس. اول شيء خلينا نشيك على كلاس الموفي. واضح الخط هيك صح؟ ممكن هم يكتبوا تحكي عنه شوي اذا بدهم مراجعه بس للتاكيد. واكتبوا يا ريت تنسخ هذا هاي. اللي عنده اي سؤال عليه يسال مس تفضل. اي سؤال اي نقطه مش كمان زوم ان مس حنين كمان كثير مسجد هيك منيح واضح. يلا وكلاس الموفي ما في اي شيء جديد. كلاس بسيط جدا. هي الفكره كيف نعملها كومبوزيشن جوا كلاس السينما. حدا عنده مشكله بكلاس الموفي؟ مسامنه عدد الطلاب معنا على اللايف كبير. 35 طالب فبتوقع صعب انه الكل يودي كذا. صعب صعب اوكي. بس اللي عنده اي مشكله يبعث لنا المشكله دغري على الرايت. اللي عنده اي سؤال يشيل الميوت ويسال او يكتب على الشات او على ريز يور هاند الطريقه اللي بتريحكم. اتوقع خلصنا من الموفي مش هيك؟ بس ملحقين تكتب الكود معنا؟ ماشيين معنا ولا كيف؟ خليهم يشيلوا المايك ويتفاعلوا معنا. ما حدش سمعنا صوت. اذا حدا عنده بالضبط اذا حدا عنده سؤال ارفع الميوت واسال احكي شاركوا في بونص على المشاركه. يلا, يلا. دكتور انا كل شيء تمام بس بدي بونص. لا بونص انسى الموضوع. مزحناه خلاص. خلص الحل وورجينا حلك يعني اكسبتد. اذا بتجيب 10 من 10 لك علامه زياده على الكوز الجاي. خلص هاي الدكتور دخل خلاص. دكتور انا حلت الكوز حلت اللاب قبل المحاضره. لا ما استفدناش احنا بدنا خلال المحاضره. هو اللاب بسيط اليوم فكرته كثير بسيطه. ممتاز اللاب هو سهل بس اياك تتفاعل وتشوف. اوكي مين كمان خلص؟ يلا مين كمان خلص؟ مين جرب خاصية raise your hand هون يطلع يحكي لنا عنها إذا في أي مشاكل في إشي عجبته ما عجبته. أحد استخدمها هون؟ لا دكتور في عدد مستخدمينها بس مستحيين يحكوا يمكن. بس في اعداد او اسئله بلا اسئله بيستحوا يسجلوا صوتهم. احكوا بدي اياك تعبر. احكي شو المشكله اللي عندك على الاقل صوت اذا مش صوت وفيديو. هلا الفيديو يمكن لما تاخذ صوره الشاشه يتاخر التحميل شوي. على الاقل اعمل ريكورد لاوديو اشرح لنا المشكله. سمعنا صوتك بس نتعرف عليك. احكي اسمك و صوت الفيديو. عن جد ما في اي مشاكل يعني. هو بالاول يمكن هو سريع هو اشرف سريع. اعمل له امبلمنتيشن بطريقه كثير كومبرست يعني بتكون وسريعه جدا يعني ممتازه. بس مرات بخافوا لما يسجل إشي على الشاشة. ما حيسجل إلا الكود. لا تخاف أنت بتقدر تعمل بريفيو وتشوف شو الموجود عندك قبل ما يتحمل. تمام كنا وصلنا طيب لهون. يكتب لنا على الشات رقم واحد اللي خلص كلاس الكلاس هون يكتب رقم واحد والبوبي. قبل ما تروح على المين المس. في حد خلص؟ شكرا مش واضح المسج دكتور.
اللي خلص كتابة مع المس لغاية الآن يكتب رقم واحد، اللي ما خلص يكتب رقم اثنين، خلينا نشوف كم اثنين كم واحد، اللي نايم يحط رقم ثلاث. طب مستمع في اثنين لسه كثيرون ثلاثة. طيب ممتاز، معلش إذا بعدك مش مكمل اكتب رقم اثنين، إذا مش فارقة معاك نايم بتكيش تكتب أو ما عم تكتب أو ما عندك مجال تكتب أو عم بتتبع معنا عن التليفون أو بأي طريقة تانية ما في مجال تكتب، اكتب رقم ثلاثة. يعني فعليا اللي خلص رقم واحد، اللي بعده ما خلص رقم اثنين، رقم ثلاثة مش قادر يتابع أو في مشكلة أو بده بعدين يكتب. يعني الفكرة مش إنك اللي ما خلص يحكي لنا وين أجرب. بس دكتور اللي ما خلص يحكي لنا وين عشان نحط لكم الكود، يعني في السينما بالموفي يحكوا لنا وين الجزئية اللي بدكم إياها. فعليا في عدد لا بأس فيه، لسه مش مكملين، في اثنينات كثير على الجهاز. طيب مش مشكلة. طيب تمام، خلي شوي. الكمبوزيشن من أسهل المواضيع، يعني عندهم قدر كبير يفرروا الكمبوزيشن الجاي. تفضل. هيك تمام؟ مش واضح. هاشم إحنا حابين تتفاعل معنا وكثير مبسوطين إنك عم تطلع، بس للأسف الصوت المايك مش مسموع عندك. هو دكتور طلب بس ننزل شوي، هيك تمام؟ أوكي. أوكي. تمام. تمام. ممتاز. معلش اللي كانوا اثنين وخلصوا يكتبوا يرجعوا يكتبوا واحد عشان نعرف انه خلص. يعني السلام عليكم. تفضل. اهلا. بس انت طالع فوق وين؟ لانه حفظ كان عندي كويز على الموفي. عندك كلاس فوق. اوكي. تمام خلاص. يلا. ننزل مس بالكود شوي. بس سؤال. تفضل. الكود بزبط انه انا اعرف بالمين اوبجكت من الموفي اوبجكت من من السينما. اها. بس يعني هو الهدف اني انا اعرف اوبجكت من الموفي جوا السينما؟ الهدف احنا عشان نفهم الكومبوزيشن اني بدي اعرف كيف بدي اعرف الموفي جوا السينما، لكن الموفي هو عادي، يعني انت ممكن تتعامل معه ككلاس عادي باي شيء ثاني، يعني مش هو حصريا عشان استخدمه جوا السينما. لا، فهمت كيف؟ يعني انت بالمين هسه رح نشوف مثلا تقدر تعرف عادي كلاس موفي تتعامل لحاله هيك از از، ما في مشكله. انا هيك اول عملت عرفت اوبجكت من موفي اوبجكت من سينما واشتغل. أيوة. الكود عادي واشتغل عادي، بس انت ما بتكون مستخدم الكومبوزيشن. احنا الفكره يعني كيف بدنا ندمج الكلاسات مع بعض، كيف نعمل بيناتهم ريليشن شيب. يعني كيف خلص. انا مثلا هسه بالمين رح اعرف كلاس بس او عفوا اوبجكت من نوع السينما واقدر اعمل اكسس للموفي من جواته، هاي فكره الكومبوزيشن. تمام.
مس أمل شو الأخبار؟ خلصنا تمام. الطلاب توقع الطلاب اللي كانوا مش مكملين توقع أنهم كملوا. في حدا لسه مش مخلص أي جزئية؟ أكثر اللي خلص يروح. لا مس بعد المين طيب. بس أنا accepted يعني خلاص perfect match. مس حنين كتبتي كود get capacity function get capacity كتبتي اللي get ثواني يمكن نسينا شوي أو لأنه في حدا كاتبنا الطالب اللي كمل خليه معنا في كمان أسئلة إضافية بنحلها yes. أو على الأقل بنناقش فكرتها مش نحلها بس نناقش الفكرة بس استنى لك كمان ربع ساعة أوكي إحنا عنا هنا فانكشن الجيت كاباسيتي ناسينه بس بدنا نعمل ريتيرن ريتيرن لا الكاباسيتي أتوقع هيك خلص نروح على المين ضل حد عنده إشي اللي ما خلص يكتب إشي على الشات أو يبعتينا raise your hand إذا بدو أي سؤال عندك إيرور عندك أو سؤال أو اللي مستحي مثلا طيب أعتقد الكل كمل هيك صح؟ كود بسيط ننتقل للمين الآن طيب بس بعد إذنك سامعني تفضل رح ينزل هذا أصلا تحط على الباث كود تحط تبعك الصوت مش واضح الصوت مش واضح شوي بس أنا سامعني مس صوتك لو تكتب الملاحظة على الشات يقرأونا إياها المس صوتك في وشة مش واضح أبدا طيب الآن بدنا نروح على المين وبدي أشوف أنا كيف بدي أتعامل مع هذا الكومبوزيشن عندنا موجود من جوا المين طيب إذا بننتبه عندنا على الإمبورت فورمات جوا المين عندنا مجموعة من الفاريابلز ومن نعملهم CN فبنمشي فيهم string اللوكيشن عندنا integer النمبر أوف ليفلز عندنا كمان double اريا وانتجر كاباسيتي عندنا كمان سترينج اللي هي الموفي نيم واخر اشي سترينج للاوثر عرفنا الفاريابلز طيب هسه شو بنعملهم سي ان بنمشي بنفس الترتيب اللي عرفناهم فيه اول اشي اللوكيشن أصغر الإيديتور بس يخلص الكود لأنه بيعطيني مشاكل أوكي اللوكيشن بعدين النمبر أوف ليفلز بعدين الكاباسيتي طبعاً هاي الشغل كثير من الطلاب بتغلط فيها إنه ما بنتقيد بنفس الترتيب اللي إحنا لازم نمشي فيه هون يعني بعرف الفاريابلز وبدخلهم بطريقة مخربطة ما بتكون المشكلة بالكود فالمشكلة بتكون بس لوجيك لأنه مخربطين أسماء الفاريابلز أو طريقة تدخيلهم بعدين النيم وآخر إشي الأوثر. طيب احنا هون عندنا فكره الكومبوزيشن الكومبوزيشن الان احنا بدنا نعرف عندنا من كلاس السينما طيب رفنا حنين راح صوتك حنين راح صوتك هيك تمام اوكي بس طالع بس مس حنين كبري الخط شوي لو سمحتي عشان ال يعني لا راح ترجع يعني هيك قصدي اوكي هيك تمام الخط تمام اوكي لانه المشكله بيروح واضح عشان واضح اوكي طيب فعرفنا اوبجكت من نوع كلاس السينما وخلينا نسميه مثلا سي طيب وانا هون زي ما احنا شايفين الكونستراكتور عندنا بيستقبل
باراميترز. ايش الباراميترز اللي انا راح ابعثهم للسي؟ كل الاشياء اللي عملنا لهم. طبعا هاي سترينج هون فيها مشكله، اوكي. فهون شو راح نبعث لهم؟ اول شيء اللوكيشن والنمبر اوف ليفلز الكابيسيتي. اتوقع احنا ناسين الاريا هون. بعد النمبر اوف ليفلز في عندنا الاريا، لوكيشن النمبر اوف ليفلز الاريا والكابسيتي. تمام. هون بعد النمبر اوف ليفلز الاريا الكابيسيتي، وبعدين حنبعث له النيم، واخر اشي حنبعث له الاوثر. طيب ما عنده مشكلة بالنسخ لسه. هاي المشكلة لانه الخط شوي كبير فبخربط. اوكي طيب احنا لما عملنا هون عرفنا الاوبجكت من نوع كلاس السينما وعملنا له كولينج للكونستراكتر وبعثين احنا عن الباراميترز. بنلاحظ الباراميترز اللي احنا بعثناهم اللي هم الباراميترز اللي بخصوا السينما اللي هم اللوكيشن، النمبر اوف ليفلز، الاريا، الكابيسيتي. بالاضافه لشو؟ بالاضافه للباراميترز اللي بخصوا عنا الكومبوزيشن اللي هم النيم والاوثر التابعين لكلاس الموفي. تمام. طيب احنا الان بعد ما خلصناه هون شو حيعمل؟ هيجي هون عندي على كلاس السينما او على كونستراكتر السينما، رح يعمل اول اشي عندنا كولينج لكونستراكتر الموفي بالنيم والاوثر اللي انا بعثت له اياهم، وبعدين حيدخل عندي على كلاس السينما ويعبيهم. طيب هسه بعد ما اشتغلنا بهاي الطريقه بدنا نيجي نعمل برينت، برينت لاوبجكت السي. كيف؟ اللي هي السي دوت برينت الانفو. لما عملت هون سي دوت برينت الانفو حيجي عندي هون، حيتبع اول اشي المعلومات الخاصة بالسينما، وبعدين حيعمل كول للانفو دمين لأوبجكت الموفي. فاذا منلاحظ للطالب اللي سأل من شوي انه انا هون من المين قادر اعمل اكسس على كل اشي موجود جوا الموفي عن طريق اللي هو الأوبجكت اللي انا من عرفته من نوع سينما، يعني ما كان في داعي اعرف الموفي واستخدمها. لا، انا عرفت اوبجكت من نوع السينما ومن السينما قدرت اوصل لكل اشي موجود جوا الموفي. تمام. فنجرب نعمل رن. اذا طلع عنا ايرورز، اوكي ما في عنا اي مشكلة. طيب في طالب مثلا ثاني ممكن يجي يسألني، بصير اجي اعرف انا هيك موفي مثلا ام واتعامل معه، اجي احكي مثلا ام وابعث له هون whatever strings مثلا s الاوثر A مثلا، واجي احكي له ام دوت برينت اول، في عندنا مشكله مثلا؟ لا، احنا الموفي هون عباره عندي عن عادي كلاسز عادي بقدر اتعامل معه زي الاشياء اللي احنا متعودين عليها. لكن الفكره اليوم من الكومبوزيشن ان كيف انا اقدر اعمل كومبوزيشن من الموفي واحطها جوا السينما واكون قادر على اني اوصل لكل شيء جوا الموفي من كلاس او من اوبجكت السينما لحاله. تمام. فالموفي ممكن اتعامل معه ككلاس عادي، ما في اي مشكله جوا المين. وصلت الفكره؟ مين عنده سؤال؟ يلا اللي عنده سؤال يحكي. وهاي عشان نكتب المين، كبر لكم الخط شوي. الخط واضح هيك؟ اه هيك ممتاز. اوكي هاي عندنا المين. حدا عنده مشكلة بالكونستراكتر؟ شو بعثنا باراميتر بالكونستراكتر؟ كيف عملنا كول للموفي كونستراكتر؟ كيف عملنا كمان هون اكسس للبرينت تبع الموفي جوا السينما؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده ويحكي، يرفع الميوت عفوا ويحكي. برضه خليهم يتفاعلوا معنا اللي كمل يكتب واحد على المسجات، عشان اللي بيخلص الكود يبعث على الريز يور هاند، حتى لو كودك ما في مشكله بس نتاكد انه كتبت الكود وامورك تمام. بس بعثت لك على المسجات عريز يور هاند مس، عريز يور هاند ولا لا؟ بحكي لك انه ارفعي لينا عريز يور هاند. مش واصل اشي حتى هلا.
يمكن عشر يمكن. ما في إشي على زور هاند. لا يمكن عشاف مس راوند. أنا هو صوته مش واضح. عميتك شات عشات عشات بيحكي. إذا في واحد سؤال من حسين كان الجوهري على raise your hand. أتوقع هيثم بيسأل إذا رح ينزل الكود على الباث تو كود. لا أكيد ما حينزل الكود. أكيد ما حينزل الكود. بسيط جدا وسهل يعني، بس تتبعوا معنا. بس إذا كتبت الكود وصار عندك أي مشكلة إحنا متابعين معكم على الريز، يعني اشرح لنا شو مشكلتك وإحنا منجاوبك. في طالب حينزل الفيديو حينزل على الباث تو كود. الفيديو حينزل على الباث تو كود وعلى القناة. أما ككود لا ما حينزل. في طالب اسمه حسين حل الكود صح وبسلم على raise your hand اللي كمان كمان مش غلط ويبعته. تأكد إنهم عم بحلوا صح. إذا طلع معك إيرور أو ما طلع ورجينا الكود اللي كتبته، بس نتأكد إنه أمورك تمام. إذا في إيرور المسات بيساعدوكم. أول خمسة بحلوا على الآن على اللاب بيعملوا submit وبرجون على raise your hand، يعني حتى لو مش مشكلة بس ودينا إشي إنك حليت، أعطوهم علامة زيادة على الكويز. تمام دكتور. معلش تشجيعا لهم. بس طبعا مش copy paste. إذا copy paste بتأخذه من زميلك وبتحطه رح نخصم لك 10 علامات، مش نزيد لك علامة. بدنا إياك أنت تحل، إحنا بنشجعك وأنت تكتبه. عنده مغناطيس بس يعمل ميون. كم كرتون. تمام، اللي خلص طباعة يكتب واحد على الشات، نتأكد ان الامور تمام. اللي خلص طباعة كامل مشان ما تنتقل للسؤال اللي بعده او شيء يشرحوا لكم الاسئلة اللي بعديهم الافكار اللي فيهم. هلا في طالبين حد الان سلموا كله تمام على raise your hand، مشان احط له علامة زيادة. جهاد السنجلاوي واحد راح انه عملت صبمت. اسمه حسين. حسين حسين بس يبعت اسمه على الكامل على الشات عشان ما ننسى. هاي سوزان وإيهاب و... في حلس إيهاب. ماضي كمان إذا خلصوا أوكي طبعا. حلس ماضي كمان دكتور، هاي صاروا خمسة. ممتاز ممتاز أوكي. حلس ماضي وإيش جهاد السنجلاوي واحد ثالث راح اسمه حسين إشي. حسين بعد اسمك على الشات كامل إيه سمحت. في حسين الجوهري أنا شايفيته مجاوبيته أكثر. أيوة هو خلص هو أنا حفظته لأنه متفاعل على الريز. ممتاز خلص ممتاز. تمام. حدا عنده مشكلة لسه ما كملته؟ يلا هاي الكود نطلع ننزل احكونا وين بدكم. في واحدة من الصبايا كانت بتحكي لك اطلعي على الكونستركتر تاع السينما. اوكي هياته. هم أهم فكرتين عنا باللاب، بس كيف نتعامل مع الكونستركتر، كيف بدي أنا أعمل كولينج للكونستركتر للكومبوزيشن أوبجكت، وكيف بدي أعمل أوصل كمان للميمبرز لو عن طريق استخدام الدوت أوبريتر زي ما عملنا بالبرينت. هدول هم أهم فكرتين موجودين باللاب اليوم. تمام صح. ويميزوا إنه شو اللي علاقة الـ has a relationship مش is a relationship عشان ما يخربطوا فيها بالأسبوع الجاي. يعني فهموها إنه هذا إشي بارت من الكار، مش هو نوع أنواع ثاني، نوع مثل أخذنا أنواع من نوع الكار نفسها. يعني أنت إذا بتتحير مثلاً هو composition أو inheritance اسأل لحالك، يعني الإنجن it has أو الكار has a engine. إذا كان الجواب yes فهو composition، إذا كان الجواب no طبعاً راح تعرفوها الأسبوع الجاي بتكون من نوع inheritance. إشي يميزوا بين الأسبوع الجاي ما يخربطوا صح. إحنا خلينا بس حافظين إن composition قريبة من component، يعني هي مكونات إشي، هو class كبير في مجموعة من المكونات، هاي المكونات بتكون composition فقط. يعني مثلا الكار في جواتها انجن، في جواتها باتري، في الها دورز، هاي الاشياء بتكون كومبوزيشن كومبوننتس لانه. فهاي الفكره، فكره بسيطه جدا. يعني انا متوقع الاسبوع الجاي الكويز كله عشرينات ان شاء الله، واللي جاب واحد هلا علامه زياده 21 بصير.
ما بتضيعوا بتروحوا على كويس تاني. بس بعد إذنك ممكن سؤال بس سريع. تفضل مس. في مسج وصل لي من المس منيرة كأنه. أها. إنه في 10% على اللي هو أسئلة المسابقة. مظبوط هذا الحكي ولا؟ أسئلة المسابقة. صوت صوت مش واضح. لا لا هو بيسأل إذا أسئلة المسابقة إذا أسئلة المسابقة عليها علامات أو لا. عادي ما أنتم معكم أسبوع كامل لتحددوا أسئلة المسابقة. مش أسئلة النابلسية هو حاجة كأنه 10% هو كأنه حكى إيش 10% طلعنا 10% استفسر عن هذا ما كان في الفصول السابقة لا لا هو ما احنا حكينا لكم ببداية الفصل إنه المسابقات حيكون عليها جزء من العلامة إنك تشارك بالمسابقة حيكون عليها جزء من العلامة فيس طيب شكرا شكرا طبعا معكم أسبوع كامل تحلوا المسابقة يعني فهي فرصة حلوة منه تتدربوا وبتجيبوا علامات ب يعني بأريحية هو كنوع من التشجيع لكم علشان تشاركوا بالمسابقات مس حنين اشرح الأسئلة الإضافية ولا لسه حتى لسه بس خلينا نتأكد إنه كل الطلاب اللي ما خلص يكتب رقم 2 على الشات اللي لسه بيكتب رجاء أن يكتب رقم 2 بس ممكن تنزلي على المين لسه آخر شيء بس على المين تمام هيك تمام في اثنينات في لسه في اثنين ابراهيم مش مكمل خليه ما في مشكله بس ممكن سؤال اتفضل بدي اعرف كيف الديستراكتر اشتغل هون الديستراكتر طيب الديستراكتر مس بس نطلع من الكود هون احنا مش عاملين ثواني أول إشي إحنا هون لما بنطلع من سكوب المين شو أول إشي حيحذفه؟ أي حيحذف أي أوبجكت؟ التاع السينما السي صح؟ مظبوط فبنطلع إحنا هون بنحذف وين؟ نيجي على الكونستراكتر وبيجي بيطبع لنا إنه إحنا بدنا نحذف السينما طيب بعد ما نحذف السينما مش في كومبوزيشن صح؟ اللي هو من نوع شو؟ الموفي فبعدين بعد ما يحذف السينما اللي هو الإشي الكبير فهو بصير مضطر إنه يعمل ديستروي للإشي اللي أصغر منه فبروح بيحذف الموفي هسا الديستراكتر بتمشي عكس الكونستراكتر وصلت؟ الكونستراكتر احنا بالبدايه شو بنطبع بنطبع الموفي وبعدين بندخل على السينما زي ما احنا شايفين هون مش اول اشي نفذنا الموفي صح وبعدين دخلنا على سكوب السكوب السينما الديستراكتر موضوع بالعكس لانه انا مي بشطب الاول بعمل ديستروي للسينما مضبوط بعدين الموفي بعدين ارجع على الموفي بالضبط تمام تمام مشكور دكتور الكل كمل ولا لساتكم تكتبوا الكود؟ كملتوا؟ مش حدا بيرد عشات في لسه أرقام اثنينات معلش في صوت دوش إذا في حدا يعمل ميوت لل مس رواندي يمكن مس اللي خلص يبعثونا على الريز واللي ما خلص يكتب اثنين عشان ننتقل للأسئلة الإضافية نشرح لكم أفكارها نساعدكم فيها شوي بس إبراهيم لسه مش مكمل ما بعرف كمل ولا لا لأنه الوحيد اللي كان بعث رقم اثنين باقي ببعث واحدات فعلا إبراهيم اللي... إذا ما كملت تكتب أتوقع أنه خلص هيك صح مس آمنة أتوقع هيك بس أشوف كم عدد اللي عندنا موجود موجود لسه اللي عندنا 30 طالب فالمفروض مش عارف مش شايفة 30 مسج يعني فالأغلى مش متفاعل معنا إبراهيم كمل أوكي إبراهيم مكمل خلينا نشرح الأسئلة الإضافية أوكي خليني أعمل الشير للشاشة من عندي إذا ما زبط من عندك عشان أعمل الستوب للشير من عندي مسألة تمام تمام طلعت زبط زبط تفضلي طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نشرح هسا الأسئلة الإضافية اللي موجودة معكم في الـ Lab Composition هم ثلاث أسئلة السؤال الأول
بحكي لنا انه في عندنا تو كلاسز، الكلاس الاول اسمه درايفر والكلاس الثاني اسمه كار. فيهم مجموعه من البارامترز او الممبرز موجودين بالبوسيدو كود اللي تحت. بس قبل هيك بحكي لك implements your code to satisfy the relation. في عندي راح يكون في علاقه بين الكار والدرايفر. هاي العلاقه each car has a driver، كل كار عندي a driver، فهي المفروض انك تعرف ايش هي طبيعه العلاقه هاي. المطلوب منا نعمل implementation للكلاسز هذول، بالاضافه لبدنا نعمل تيست للكود تبعنا من خلال المن. طب خلينا نتفرج بس على الكلاس الدرايفر، عفوا الكار. فيه تو برايفت ممبرز، الاول من نوع دبل للبرايس، والثاني من نوع سترينج اللي هو الكلر يعني لون السياره. هلا بالنسبه للببليك ممبرز في عندنا الكونستراكتور، فيه تو برايفت، يعني في تو ممبرز او بارامترز اللي هم عباره عن البرايفت داتا تاعون الكار، واحده من نوع دبل والثانيه من نوع سترينج. لكن اذا شفت الكومنت هون بحكي لك موديفاي ذا كونستراكتور to do the suitable relationship between the car and the driver. فهون بدنا نفكر كيف ممكن نعدل constructor الكار بحيث انه يحقق لي العلاقة انه each car has a driver. بعد هيك في عنا الـ function print info، هذا function بس عشان يطبع لنا كل الـ information related to a car and the driver. راح مرة ثانية انه نطبع كل الاشي اللي بخص الكار and the driver مش بس الكار، تمام؟ بعد هيك في عنا destructor، هسا نشوف ايش بيعمل ده. بالنسبة للكلاس اللي اسمه درايفر، في الايدج للدرايفر والسالري والنيم تاعه. الممبرز او الفانكشنز من نوع بابليك، فيه الكونستراكتور استقبل الثلاث باراميترز تاعونه اللي هم هذول. في عندنا فانكشن اسمه جيت اول، هذا راح يرجع لي كل معلومات الدرايفر كلهم، بمعنى اخر راح يرجع لي العمر والسالري والنيم، ولاحظ انهم بستقبلهم قاعد باي ريفرنس. في عندنا الديستراكتور، في عندي شوية نوتس تحت، شوية constraints على الـ values اللي بدنا ندخلها. فمثلا عندنا الـ price للكار ما راح تكون أقل من 1000، يعني إذا كانت أقل من 1000 لازم نعمل لها set تصير 1000. إذا كان الـ age للدرايفر أقل من 20 بدنا، يعني لازم يكون أكبر أو يساوي 20. إذا كان أقل من 20 بدنا نعمل له set بـ 20. بالنسبة للـ salary لازم يكون أكبر أو يساوي 100، إذا كان أقل من هيك بدنا نعمله set بـ 100. بالنسبة للكونسترينتس ما عندي. الانبوت بحكي لك انه لازم ندخل الانفورميشن اوف ذا درايفر، معنى الانفورميشن اوف درايفر اللي هي البرايفت ممبرز او تاعون الدرايفر اللي هم هذول الثلاث بدنا ندخلهم، بالاضافه بدنا ندخل الانفورميشن للكار. طبعا اول شيء الدرايفر بعدين الكار. ايش هم هذول الانبوت؟ راح يكونوا دبل برايس والكلر والايج والدبل سالري اند سترينج نيم. بالنسبه للاوتبوت بدنا نطلع على السامبل اوتبوت الموجود عندنا. هذول عندنا عباره عن الانبوت اللي دخلناهم. فبالبدايه بده يحكي لي الدرايفر انفورميشن، بده يحكي لي ايش معلوماته، اسمه والعمر تاعه والسالري. بعد هيك لازم يحكي لي شو الكار انفورميشن اللي هم البرايس والكرر. وبعد هيك راح تكون في عندي جمل للديستراكتور، فيعني الامبلمنتيشن للديستراكتور بده يكون فقط جمله طباعه تحتوي على الجمله المقابله للكلاس. فالكار ديستركتر فيه الكار ديستركتر بيطبع جملة الكار ديستركتر، والدرايفر ديستركتر بالدرايفر. نفس الإشي بالنسبة للأوتبوت الثاني. السؤال هذا يعني تقريبا تطبيق مباشر على اللاب، لاب اليوم يعني مفيش كثير أفكار جديدة. بالنسبة للسؤال الثاني، أجين في عنا تو كلاسز، الكلاس الأول اسمه دكتور والكلاس الثاني هوسبيتال. في علاقة بيناتهم إنه إيتش هوسبيتال هذا دكتور. الآن كلاس الدكتور فيه برايفت ممبر اللي هي النيم من تايب سترينج والسالري من تايب دبل، والببليك ممبرز اللي هم الكونستراكتور بيستقبل تو باراميترز، يعني بيعمل ست لتو باراميترز تاعونه اللي هي البرايفت ممبر النيم والسالري، والديستراكتور عشان يطبع جمله طباعه معينه. في عندي ست دي ار اللي هي ست دكتور مقصود فيها، اللي هو افويد فانكشن والتو باراميتر عشان يعمل ست فاليو للبرايفت ممبرز الخاصين في الكلاس دكتور. في عندنا الفانكشن جيت نيم عشان يرجع اسم الدكتور، وجيت سالري عشان يرجع السالري لهذا الدكتور. بالنسبه لكلاس الهوسبيتال في عندنا برايفت ممبر النيم والادرس، بالاضافه لا عندي اوبجكت من تايب دكتور اسمه دي ار اوبجكت. هسا ليش هذا الاوبجكت موجود؟ بدك تفكر بالعلاقه اللي هي ايتش هوسبيتال هذا الدكتور، يعني هذا له علاقه بوجود الاوبجكت هذا، له علاقه بالريليشن شيب بين تو كلاس.
طبعا هو عباره عن اوبجكت من كلاس دكتور، والببليك فانكشن الكونستراكتور اللي راح يستقبل 4 باراميتر تو ست كمان باربل والديستراكتور، وفي عندنا فانكشن ست هوسبيتال راح ياخذ بس الباراميترز تاعون الهوسبيتال واللي عملهم ست. طبعا لاحظ الكونستراكتور حكينا بيستقبل 4 باريبلز، فكر كيف شو هم. بعدين البرنت فانكشن عشان يطبع معلومات all information about the hospital، وفي عندنا فانكشن اسمه get dr، هذا الفانكشن بيرجع object of type doctor. انت بدك تستخدم هذا الفانكشن عشان تعرف تحل السؤال لاحقا، يعني فكر كيف تستفيد من هذا الفانكشن. في عندنا فانكشن اسمه compute salary، هذا الفانكشن بيعمل annual salary اللي هو الفانكشن بيحسب لي كم الراتب السنوي للدكتور. اوكي طبعا ما نكتب suitable main عشان نعمل تست للكود. كمان في شغله هون بالنوت انه احنا عندنا اوكي السالري للدكتور لازم يكون اكبر او يساوي 300، غير هيك في ايرور مسج لازم تطلع عندي ولازم اعمل set للسالري بمقدار 300. فلو نزلنا شوي على السامبل انبوت واوتبوت نلاحظ مثلا اذا كان عندي مدخل هيك الانبوت هون طبعا جمل الكونستراكتور، وهون طبعا اول شيء الهوسبيتال انفورميشن اللي هو اسم الهوسبيتال بالاضافه للادرس والنيم، بعد هيك بيطبع معلومات الدكتور اللي هي السالري والانيوال. طبعا الانيوال سالري هي من استدعاء الفانكشن اللي بيحسب الانيوال سالري للدكتور. بعد هيك جمل الديستراكتور. لاحظ هون بالسامبل اوتبوت الثاني في عندي في زي كانه الانبوت اللي مدخل بالبدايه كان مش فاليد، فعشان هيك طبعا لنا جمله بتحكي لنا انه السالري اللي دخلته هو عباره عن سالري اقل من 300، فلازم تطلع معي جمله هاي الطباعه هاي، والباقي زي اللي كان فوق. اوكي بالنسبه للسؤال الثالث في عندي اجين تو كلاسز، الكلاس الاول فون والكلاس الثاني كارد. هون بدك تكتشف العلاقه لحالك، ايش العلاقه بيناتهم، ايش العلاقه بين الفون والكارد. طبعا كل واحد منهم فيه مجموعه من الممبرز سواء كانوا برايفت او بابليك، بس بدنا نعمل امبلمنتيشن لهم. فمثلا نوضح لك عندك الفانكشن اللي اسمه هاز مور ميموري اللي هو عباره عن ممبر فانكشن موجود في بابليك، يعني موجود في بالكلاس اللي اسمه فون، بس بده هو عباره عن بوليان فانكشن بده يحدد لي مين الفون فيهم اللي فيه مور ميموري. طبعا بالمقارنه راح تتم بناء بين الاوبجكت اللي راح يعمل كول لهذا الفانكشن وبين الاوبجكت اللي راح اوديه باي ريفرنس او بارامتر اوبجكت راح يكون، يعني هون اللي راح نبعته بالبارامتر. اوكي الفانكشن اللي اسمه ريتريف كارد هو راح يرجع لي الاوبجكت اوف تايب كارد. لاحظ السؤال هون مش كثير واضح يعني احنا هون ما وضحناه بالسؤال لانه احنا طالبين منك تفكر شوي كيف ممكن تكون الريليشن، كيف ممكن تستفيد من الفانكشنز الموجودات. هسه بالنسبه للفانكشن البرنت راح يطبع كل الانفورميشن اوف ذا كلاس فون. اوكي بعد هيك في عندنا نم ممبر فانكشن اسمه انتجر سم اوف ديجيتس بيستقبل اوبجكت من تايب فون، بس بده يحسب لنا السميشن لكل الديجيتس اللي لها يعني مش الفون مثلا له نمبر، بدنا نحسب سم اوف ديجيتس لهذا النمبر. فاذا كان مثلا عندي النمبر 1 2 3 فالسم لانهم راح يكون 6 وراح يرجع لنا هذا السميشن للديجيتس تاعنا. اوكي طبعا بالمين بدك تعرف تو اوبجكتس من تايب فون، تبعث لهم البارامترز الخاصه فيهم، تطبع الانفورميشن للفون الاول والفون الثاني، وبعدين بدك تطبع اذا كان الفون الاول اذا كان الفون الاول هو هاز مور ميموري سبيسز او انه هو الاكبر، او اذا كان الفون الثاني له الميموري اكبر من الثاني الاول. بعد هيك اخيرا بدنا نستدعي الفانكشن اللي اسمه sum of digits عشان يطبع لنا السميشن للديجيتس اوف للفون الاول الرقم الموجود بالفون الاول او بالكارد الاولى. طبعا الانبوت زي ما حكينا المطلوب منه بالاضافه للسامبل اوتبوت الموجود. فخلي هذا السؤال لك زي تشالنج عشان تعرف تحله، يعني بس على المعلومات اللي اعطيناك اياها. السؤالين اللي قبلهم شوي سهلين. اوكي بتمنى لكم التوفيق. السؤال الاول واحد ابسط واحد كان. يس يعطيك العافية مس آمنة. الله يعافيك يا رب. يعطيك العافية مس آمنة يسلموا. هلا هدول الأسئلة حاولوا تحلوهم لحالكم بناء على شرح المهندسة حنين. أي سؤال ابعثوا لنا raise your hand أو على الإي ليرنينج الطريقة اللي بتحبوها. تمام.
تمام انا بس بدي اوقف التسجيل اذا هيك انتهينا من اللاب ولا لسه بدك تحكي شيء مس حنين او اذا في حدا عنده سؤال لا بس بدي احكي لكم الاسئله الاضافيه حاولوا حلوها لحالكم يوم الجمعة إن شاء الله تقريباً مساء بننزل لكم الحلول إحنا على الإي ليرنينج إذا ضل عندك إيرور ضل عندك أي مشكلة ابعث لنا على ريز يور هاند إحنا موجودين حنجاوبكم على طول بس هيك حد عنده أي سؤال على الموضوع اليوم إشي مش فاهمينه إشي فيه مشكلة كان في شاب أول ما فتنا سأل اتفضل مس خاصية الريز يور هاند بتشتغل على الأسئلة الإضافية من جديد من أول كانت على الكويزات بس لا اتفعلت امبارح اي شيء على كويز على مسابقه موجود مفعله شكرا هلا اي سؤال مستاني في حد عنده اي استفسار ما شاء الله سلموا ريز يور هاند الاسئله سلموا كثير منيح ممتاز بتشجعوا مع العلامه الزايده طبعا بس الاول خمسه كان الاوفر لا هو اللاب بسيط بدون بونص حيجيبوا عشرينات عن جد لا ان شاء الله كمان كلكم بتضبطوا بالكويز ده الكويز تبعه لاب 8 وبتجيبوا علامه كامله ان شاء الله يعني هو عن جد بتقدروا تجيبوا علامه ببساطه يعني ما بده شيء اللاب يعني اللاب الماضي كان شوي زخم بس لاب الكومبوزيشن كثير بسيط هم فكرتين كيف تعرف تتعامل مع كونستراكتر كيف تعرف توصل للمبرس فقط لا غير اي سؤال مس تمام خلينا وقف التسجيل بس مستنيين يعطيكم ألف عافية يعطيكم العافية جميعا يعطيكم العافية جميعا الله